بروموكود أكاديمي هو مشروع بدنا نتبقوا فيه عنا أكثر من عام. الفكرة جت خاطر حبينا نسلطوا الأضواء على الأكاديميات اللي موجودين في كامل أنحاء الجمهورية. دونك شنو عملنا؟ طلبنا من الأكاديميات الكلها تقيد اسمها عنا عند بروموكود. دونك نحطوا كل مرة الاسم الأكاديمية من ولاية بيان سور جديدة في العجلة نتاعنا، وكل مرة ندوروا العجلة وكل مرة نمشيو نزوروا الأكاديمية اللي بيان سور من المدرب نتاعهم باش يفسر لهم النواحي التقنيه ولا الفنيه هذه، ونبسطوا لهم بطبيعه الحال شنو باش نخدموه غدوه في الكومبيتيسيون. انا واحد من الناس جيت لقيت فرحه الحق غريبه، اول مره نشوفها وليدات مغربين برشا بالكوره.